أطباق رمضان، ألد الأكلات وأشهى الحلويات. أطباق رمضان من تحضير حسنوات العقبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، نهاركم مبارك وسعيد على الجميع. هنلتقي في أطباق رمضانية، في تحليات، في أطباق نتمنى إن شاء الله شجبتكم اليوم، إن شاء الله غادي ينال إعجابكم. تقنيا يرافقني سيد احمد. صباح الخير سيد احمد. وميكروفونيا السيده هدى. ارقامنا الهاتفيه غادي نحل لكم الخطوط وهضروا معايا. الوغ ارقامنا الهاتفيه 048 41 17 17 048 41 18 18. الو حاولت نجيب لكم الكيفيه حسب دائما حسب الطلب تاعكم. الو عندي اللي اتصلوا بيا يوم الاحد طلبوا مني الموس وشوكولا، الو جي لا موس وشوكولا كتحليه ثاني كتوالم شهر رمضان اللي هما الكنافه. جبت لكم كنافه بطريقه مليحه واقتصاديه، دائما نحوس على الاقتصاد. عندي بون قلت لكم بوغ لي ديسير اون كنافه افيك اون كريم، عندنا لا موس شوكولا، اي بور لي سالي عندنا البوراك نتاع العجين اللي طلبوه مني دائما المستمعات، البوراك نتاع العجين اي بور جي رامني دو غراتان. الوغ عندنا الدجاج محشي وعندنا ان غراتان دو بولي. الو غادي نبداو على بركه الله في اول كيفيه. اون فا كومونسي بار لي سالي، البوراك نتاع العجين ستادير نديروه بلاباط، يجي ثاني كشباب ويجي ستادير دائما نديرو البوراك ونقلوه ستادير من بعد يضرنا شويه. الو تاع العجين يجي بنين بالبزاف. المقادير نتاع هذا البوراك بالعجين نتمنى ان شاء الله اللي طلبت مني هذه الكيفيه راها في الاستماع. المقادير هي كالتالي: الوغ بو فاصوني هاد البوراك بالعجينه ستادير افيك اون بات. الوغ المقادير انا هنا جبت لكم المقادير نتاع غير 250 غرام نتاع الفارينه، انتيا ستادير تنجمي دوبلي المقادير. الوغ عندنا 250 غرام نتاع الفارينه، الملح، 3 مغارف تاع الماكله نتاع الزيت، 250 غرام نتاع الفارينه نديرو مغرفه نتاع القهوه ستادير ان كويغا كافي مغرفه نتاع القهوه نتاع الخميره نتاع الخبز، ونزيدو معاها مغرفه نتاع السكر. الوغ الخميره نديرو مغرفه نتاع القهوه صغيره، والسكر نديرو ان كويغا سوب، ونلمو كلشي بالماء زائد شويه نتاع الحليب. هادي سي بوغ لا بات. الوغ ستادير للحشوه ديري نتيا اش راكي باغيه ديري. الوغ الدجاج باسكو ستادير كي طيب الحريره تاعك ديري معاها ان مورسو نتاع الدجاج تاعك اوليو دالي طيبيه غير وحده. كي تنصب الحريره ولا الشوربه تاعك ارمي هذاك المورسو تاعك نتاع الدجاج اللي راكي باغي ديريه في لي سالي، ومن بعد غادي تفتيه. انا هذه هي العفسه اللي نديرها. الوغ عندنا اون صوص بيشاميل تكون خفيفه، اون صوص بيشاميل تكون خفيفه. راني عطيت لكم شحال من مره. عندنا شويه نتاع المعدنوس، شويه نتاع لو فروماج، وللتزيين عندنا حبه نتاع البيض، شويه نتاع الجنجلان ولا شويه نتاع السانوج. بالجنجلان يجوا شابين ويجوا صديق مام المنظر تاعهم يجي شباب. غادي نروحوا لطريقه التحضير امامتو، غادي نذكروا بالمقادير نتاع البوراك نتاع العجين.
الوغ دروك غادي نخدمو لاباط تاعنا. لاباط تاعنا اش قلت لكم، الوغ نحكمو هذاك الليان نديرو فيه 250 غرام نتاع الفارينه، 250 غرام دو فارين، نديرو فيها الملح عادي وديري معاها مغيرفه، بون ديرنا الفارينه والملح ونخلطوها باه ما يتلاقاش مع الخميره. نديرو مغيرفه صغيره ان كويغا كافي نتاع 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 الخميره نتاع الخبز، ومغيرفه كبيره نتاع السكر، وتخلطوا لي مليح. من بعد غادي نبسو هذيك العجينه افيك 3 مغارف تاع الماكله نتاع الزيت، تبسيهم مليح. ومن بعد تلمي كل شيء، سهله تلمي كل شيء بشويه نتاع الماء وشويه نتاع الحليب يكونوا دافيين، تعجنيها جوست شويه باه تجيني هذيك تجيني لاباط تجيني بيان ليس وتجيني شابه. تنجمي تخليها كيما هكا ولا تنجمي تزيدي لها تانيك بوغ لو دوني هذوك الكروستيون، تخليها ترتاح بروميير فوا. من بعد تعاودي تعجنيها مره ثانيه وديري لها جوست شويه نتاع الدهان وتخليها ترتاح. هذه اول خطوه رانا وجدناها. الوغ دوك شنو غادي نديرو، غادي نوجدو الحشوه تاعنا. انا هنا شنو قلت لكم، قلت لكم الحشوه غادي نديروها بالدجاج اللي طيبته، سوا طيبيه في الـ في الـ في الـ في الحريره ولا غادي طيبيه في الشوربه تاعك، ستادير بور جوست بور باه تربحي شويه تاع الوقت. الوغ ما كانش عندك معليش تحكمي هذاك الدجاج تاعك، سوا طيبيه ولا تشيل الكفته ولا المهم بوغ لا فارس ديري لي انتي شراكي باغيه، غير باه ما تجيكش ناشفه. هنا ديري لي اون صوص بيشاميل تكون خفيفه، باه تجيك اون صوص بيشاميل خفيفه، ما تخدميهاش بالفرينه، غادي تخدميها افيك دو لا مايزينا. الوغ دوك شنو غادي نديرو، غادي نحكمو هذاك هذاك الدجاج تاعنا، نفته ولا الا كان عندك تانيك البقايا نتاع الدجاج، صديق البارح درتي الدجاج واليوم راه قاعد لك شويه نتاع الدجاج، غير بهذاك وتخدمي لي لي سالي. الوغ نحكموا هذاك الدجاج تاعنا ونفتوه داكوغ. من بعد شنو نزيدوا له، نزيدوا له شويه نتاع المعدنوس، وباه ما يجينيش ناشف شنو غادي نديروا، غادي نديروا اون صوص بيشاميل. الوغ هذيك لاصوص بيشاميل شنو غادي نديروا فيها، غادي نديروا حاجه سهله. الوغ غادي نديروا، انا هنا غادي نعطيكم عبارة صغير انتوما استادير حسب الكميه نتاع الدجاج. ديروا مغيرفه نتاع الدهان ان كويغا سوب تاع الدهان، ديريها لي فوق الغاز في كسرونه وتخليها ديك الشغل تذوبيها، كي يدوب لك داك الدهان زيدي لي معاها مغيرفه نتاع لا مايزينا، راني بغيتها تجيني اون صوص خفيفه. الوغ زيدي لي مغيرفه نتاع 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 لا فارين وديريها لي فوق الغاز كي شغل طيب شويه هذيك لا فارين، سي بور افوار ان غو بهذيك لا صوص بيشاميل من بعد ما درناش. الوغ اون فوا كو خلطت مليح كي شغل هذيك الفرينه شويه طابت شنو غادي نديرو، غادي نزيدو جوست كاس نتاع الحليب ان فيغ دو لي، وراني توجور انا فوق الغاز راني نخلط في الغليه الاولى، غادي نوخر هذيك لا كريم غادي تجيني خفيفه، انا مانيش بغيتها تجيني ثقيله. من بعد شي غادي نزيدو لها كي نوخرها من فوق الغاز، غادي نديرو لها الملح الفلفل الكحل جوست الطيب، ونديرو اون بون كونتيتي نتاع لو فروماج تاعنا. الوغ دوك شنو غادي نديرو، دروك هادو كاع راهم واجدين، ونزيدو نديرو شويه نتاع المعدنوس فيها باه تجينا شابه. الوغ دروك نحكمو هذيك لاباط تاعنا، الحشوه تاعنا راها بارده وجدناها، دروك هذيك لاباط تاعنا نتاع البوراك. هنا شنو غادي ديري، غادي كشغل غادي تورقيها، غادي نديرو اون بات فريمون تجيني رقيقه، جو فو افوار اون بات كي تري مانس. الوغ غادي نورقو مليح هذيك لاباط، كي نشوف السمك تاعها راه رقيق هنا غادي نحكم ستادير هذاك هذاك الدائره تاعي اللي انا غادي نقطع بها هذاك العجينه، ستادير بغيتها كبير بغيتها صغير، انا ما نبغيش كبير بزاف، ستادير نتوما ديروا لا ديمونسيون اللي نتوما راكم باغينها في هذيك الحبتكم تاع البوراك. الو غادي نقطع هذيك العجينه، الو وندير شويه ندير شويه نتاع شويه نتاع الدجاج، وندير فوقها شويه نتاع لاصوص بيشاميل، ولا نخلط الدجاج مع لاصوص بيشاميل اي جي في فارسيغ في الوسط، وما ننساش الا كان عندي نزيد شويه نتاع لو فروماج في الوسط، جو غوفيرم مليح هذاك البوراك تاعي باه يلصق لي في هذوك لي بون، غادي ندير شويه نتاع الماء ونبلع مليح، جو غوفيرم بيه هذيك الحبه نتاع البوركه، كي شغل غادي تعطيني الشكل نتاع حبه نتاع التشاريك هكا باه تكون ما تكونوا الصوره تكون واضحه، كي شغل لا فام غادي نديرها كي حبه تاع تشارك. نكمل كامل هذيك الكميه نتاعي نتاع العجينه، هذه تخرج لكم 250 غرام، تخرج لكم قريب 14 حبه. الوغ من بعد
كي نكمل كامل هذيك العجينه نحكم حبه نتاع البيض، ندربها مليح هذيك الحبيبه نتاع البيض، ومن بعد غادي نديرها جوفي باديجوني، ندهن مليح هذوك التشاركات تاعي هما مالحين. من بعد من الفوكش غادي نديرو، شويه نتاع الجنجلان، بالجنجلان يجي شباب بزاف. الوغ غادي نديروا هذاك الكميه تاعنا، ودائما نقول لكم باه تسهلوا على روحكم ديروهم دون دو بابي كويسون، طيبوهم حطوهم في الفرن، كي نشوفها بيان دوغي هنا نخرجهم اي جي فري دريسي في لاسيت تاعي دو سيرفيس. اول اتصال لو صباح الخير. الو صباح الخير هدى، كيفاش لاباس؟ وانت يا كي راكي دايره؟ مليحه. راكي غايه لاباس عليك؟ الحمد لله. مع السلامه، كي راكي دايره؟ صافا الحمد لله. صحيتي الحمد لله. البسبوسه اللي عطيتيها لي درتيها؟ جاتك شابه؟ لا مليحه، جات شابه. اي مزيه، شكي بغيتي نمدلك؟ بغيت لك غراتا والديسير. صح، اليوم راه عندك معايا، غادي نعطيك دروك زوج تاع الكغاتا وزوج تاع لي ديسير، سو كي فو دير غادي تانيك تسييهم وتعيطي لي ان شاء الله نهار السبت نعاود نتلاقى معاكم ان شاء الله، قولي لي كيف جاوك. صحيتي هدى، صحيتي. يسلمك امي، ربي يخليك. يسلمك حبيبتي، يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. هناك اتصال اخر سيدي احمد. الو صباح الخير. الو صباح الخير، كي راكي؟ لاباس، مساكي مليحه؟ لاباس الحمد لله. شكرا كاع على وشطيتي لنا، ربي يحفظك. يسلمك. سيتي اش قلتي لي انت؟ راني حاسيه سيت هذيك الزلابيه تاع البنان الاخر والبلوط جاوني هايلين الحمد لله. واللي كيش ما سيتيهمش؟ ليكيش جربتهم جاوني هايلين. جاوك شابين الحمد لله. شكي بغيت نزيد نمدلك؟ ما كاينش مشكله. حابه عيطتك شويه الزلابيه الحمراء انا قدرتي تعطيها لي. الصحه، ما كاينش مشكله. صح، ربي يحفظك. يسلمك. صحة، ما كاش مشكلة. إلا بقى لي الوقت. صحة فطورك. يسلمك مما، صحة فطورك. مع السلامة حبيبتي. اتصال آخر، ألو صباح الخير. صباح النور، كراكي؟ لاباس الحمد لله. وأنت يا كراكي دايرة؟ لاباس الحمد لله. معك إيمان معسكر. كراكي إيمان معسكر؟ الحمد لله، الحمد لله. ربي يعطيك العافية. صافا الحمد لله. اتصلتي بيا نورمالمون نهار الحد ياك؟ واه تخي بيان. منين هذا؟ راني نايضه، سمحت لاباط ما عرفتهاش. لاباط تاع البوراك؟ صح، ما كاش مشكله، دوك نعاودها لك. راكم قاعد تنوضوا بكري. نقليها ولا ما نقليهاش؟ لا لا، انا في رمضان جو فو ايفيتي باه نقليه، باسكو تقليها ستادير انا اون فافواغ كي شغل نحوسوا حنا باه نديروا ان روبا ايكيليبغي ما يكونش فيه بزاف الزيوتات. في رمضان نفضل باه طيبيهم لي في الكوشه، بصح كي تكون في الفطار تنجمي تقليهم. اي حبك عاودي ريفكو هذا، وراني نايضه لي طافيه. راه باينه على لافوا تاعك، ما كاينش مشكله نعاودها لك. ايوا صح، ربي يعاونك. سلمك امي، ما صح فطورك حبيبتي. مع السلامه. يتصل اخر، الو صباح الخير سيده هدى، كي راكي لاباس؟ كراك انا الصحه لاباس. لاباس وانت يا راكي غايه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله امي، شكرا معايا. تاع الاسبوع اللي فات. واه. ميني كيش. تخي بيان. كي راكي دايره؟ سيتيهم؟ الحمد لله يا ربي، سييت وخرجوا لي علامة الله يرحمك. تخي بيان. ايوا، واليوم خاصني المحنشة. واه. وخاصني ماشي اليوم واه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. صديق لا، نهار السبت ان شاء الله نعطيهم لك. السبت راكي قايسة شهكا. السبت كيف هذا الوقت؟ التسعة. ايوا صحة، وخاصني الصامصة. الصامصة ماشي ما ديتها لكم الصامصة؟ والله ما سمعتها. نورمالمون مديتها الصامصة. راني حاسيه وعلم لله. نورمالمون بصح ماشي مشكله، نهار ولا قولي لناديه ان شاء الله تعيط لي وباه ما تقارعيش الويكاند، انا نمدها لك ما كاش مشكله. اي صح، شوفي هذوك انا سقسي ناديه قولها هي اتصل بي وانا نعطيها لها. اي صح، ولا عند ناديه انا تبارك. لا ما خدمتهاش مع ناديه. لا
هي دوك صحه سقسيها وكاش حاجه تعيط لك هي. خيبيا ميما تخيبيا. هي صحيتي وصحه الدور الله يعاونك. يسلمك ميما. يعطيك الصحه. يسلمك ميما. يسلمك صحيتك. والكنافه ان شاء الله اللي غادي نمدها تانيك اليوم سيها باسكو تجي شابه بالبزاف. تاع القطايف. تاع القطايف. ايوا دوك نسمعها دوك. واحد الطريقه سهله وشابه. ايوا دوك ندير كايو ستيل. مازال ما وجدتي الكايو ستيل ها وجديه. لا لا راني وجدته عند يا صحه. غير باش نحطه على الطاوله. يا صحه. مع السلامة حبيبتي نهارك مبارك سلمك ميما اتصال اخر له صباح الخير ما كاش اتصال سيد احمد تخي بيان عاودوا نولوا لو بلا تاعنا انا اليوم جبت لكم ان غراتان تاع الدجاج صديق حاجه تكون مليحه تكون خفيفه الوغ دائما نقول لكم الا كان عندكم لي غيست طيبتي الدجاج وبقى لك لي غيست بيان سور نقول لكم توجور هذوك حدا صديق يفوا الكونسيرفي في الفريجيدير سينو طيبي هذاك الدجاج تاعنا الوغ عندنا الدجاج عندنا حبيبه نتاع البصل معدنوس عندنا زوج مغارف تاع ماكله نتاع الدهان زوج مغارف تاع الماكله نتاع الفرينه وعندنا 300 مليليتر نتاع الحليب 300 مليليتر نتاع الحليب تساوي كي شغل الربع وتزيدي فوقه زوج صباع هكا باش نعطيك لي ميزور اكزاكت عندنا شامبينيون وفي الاخير بيان سور اون دو فرماج هنا لو فرماج اللي غادي نديرو الفرماج نتاع الهامبرغر هذاك المربع يجي شباب وبيان سور ان بو دو رابي فيها صوالح بزاف فيها مكونات بالكم بزاف بصحيه هذا لو غراتان بسيط جدا الوغ دروك نروحو لطريقه التحضير نتاع هذا الغراتان نتاع الغراتان بالدجاج ان غراتان او بولي ونعاودو نذكرو بالمقادير الوغ اول حاجه اللي غادي نديروها هي غادي نوجدوا الدجاج تاعنا كان عندك لي غاز تاع الدجاج مليح ما كانش عندك تحكمي هذاك الصدر ولا نتاع الدجاج تاعك كي باغي طيبيه الصديق الطريقه غادي نقول لكم الطريقه الصحيحه كيف طيبوا داك الدجاج نحكموا هذاك الدجاج تاعنا نديروا في طاجين صغير الوغ نديروا معاه حبه تاع بصل كي شغل مصوره كيما هكا مصوره تنقيها وديريها يعني غادي نديرو الثوم بيه بالقشره تاعه اون شوميز بيه بالقشره تاعه الثوم الحبيبه نتاع البصل نديرو الثوم الوريقه نتاع الرند ونديرو شويه نتاع الملح وشويه نتاع الفلفل الكحل وغير شويه نتاع الدهان ولا شويه نتاع الزيت وتخليه يطيب في غرده الوغ هذاك من بعد غادي بون كي غادي يطيب الدجاج تاعي غادي نوخره دو كوتي وهذيك لاصوص تاعه هذاك هو لو بويون تاع الدجاج هذاك هو لو كوربويون نتاع الدجاج دروك شنو غادي نديرو الو نحكمو هذاك الدجاج نخلوه يبرد وغادي نفتوه الوغ اون فوا كون فتت هذاك الدجاج دروك ان نوجد الحبيبه نتاع البصل تاعي اول خطوه صاي الدجاج رانا وجدناه وخرناه دروك غادي نحكمو هذيك الحبه نتاع البصل غادي كي شغل هذيك تكون شويه كبيره الوغ ونديروها شرائح نتاع هذاك البصل او لاميل من بعد شنو غادي ندير الوغ هذاك البصل غادي نديره في المقله تاعي وندير معاه شويه نتاع الدهان شويه نتاع الملح شويه نتاع الفلفل الكحل كي شغل وندبل هذيك البصل كي شغل غادي ندير انونيو كونفي الوغ نديره هكا شرائح ندبله الوغ كي يدبل لي مليح ويجيني بيان دوغي كي شغل يجي يخرج لك شغل معسل هنا غادي نوخر هذاك البصل تاعي الوغ دروك شنو راه باقي لي هذاك الشامبينيون تاعي الوغ لو شامبينيون الوغ تاني نقطره مليح نشله مليح نقطره مليح الوغ ونديرها تاني غير في المقله اللي درت فيها داك البصل غادي ندير فيها الشامبينيون تاعي الوغ ندير تاني ندير فيه الدهان وندير فيه المعدنوس وندير فيه شويه نتاع الملح وشويه نتاع الفلفل الكحل كي شغل غادي نعطيه ذوق باسكو كان في الـ في الـ في الـ في هذوك لي برودوي كي شغل انا غادي نعطيه ذوق الوغ تانيك هذاك ندبله مليح هذاك الشامبينيون الوغ دروك الدجاج تاعي راني قطعته ووخرته دو كوتي البصل تاعي تانيك راني درته اون لامال ووخرته ودروك الشامبينيون تاعي تانيك دبلته مليح ووخرته دو كوتي الوغ دروك شنو باقي لي دوك راه باقي لي لاصوص بالشاميل تاعي الوغ بور لاصوص بالبشاميل شنو غادي نديرو الوغ غادي نديرو زوج مغارف تاع الماكله نتاع الدهان كيما قلت لكم في الوصفه الاولى غادي نذوبو هذاك الدهان تاعنا من بعد شنو غادي نزيدو له زوج مغارف تاع الماكله نتاع الفرينه
نخدمها مليح فوق الغازير بواحد 2-3 مينوت كي شغل نطيبوا شويه هذيك الفارينه، ومن بعد نزيدوا له 300 مليليتر نتاع الحليب، ما يساوي باسكو هي 250 مليليتر هي الربع، انا فوق الربع غادي نزيد كي شغل قد زوج صباع. الوغ نخلط مليح ونديرها فوق الغاز تتقال، مادام فوق الغاز وانا راني غير نخلط. الوغ كي نخرجها اون دوغ دو فو هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير شويه نتاع الملح، شويه نتاع الفلفل الكحل، شويه نتاع جوز الطيب، وإلا كان عندي الثوم بودره هنا غادي ندير الثوم المطحون. الوغ الثوم تاع البودره غادي نديره ونخلط مليح. اي جي في فيغ كشغل هذوك لي كاري تاعنا نتاع لو فرماج. الوغ دروك كلشي راه واجد عندي، دروك جو في دغيسي، جو في دغيسي هذاك لو غراتان تاعي، جو في لو دغيسي. شنو غادي نديرو؟ نحكمو هنا تنجمي ديري كل واحد ولو بلا تاعه، اون فيغ دي بلا انديفيديويل، سادير كل واحد وتحطي له لو غراتان تاعه، ولا ديري واحد حجم الكبير. شنو نديرو؟ الوغ نديرو لاصوص بيشاميل هي الاولى، لاصوص بيشاميل كي شغل جوست ان تي بو فلفل، ما ديريهاش كاع، نديرو جوست شويه نتاع لو فون، نديرو لاصوص بيشاميل. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هذاك الدجاج تاعنا غادي نقصه اون دو، ندير اون بروميير كوش، اون بروميير كوش نديرها نتاع الدجاج، كي شغل نسويه مليح، نسقمه مليح في هذاك لو بلا. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير هذاك الكاري نتاع لو فرماج تاعي، هذاك الكاري نتاع لو فرماج اللي هما الفرماج ساندويتش، غادي ندير هذوك المربعات تاوعي. الوغ وندير فوقه، فوق هذوك المربعات غادي ندير شويه نتاع لا بيشاميل، قسم غير فان تاع لا بيشاميل، نديرها فوق هذاك الفرماج كاري. من بعد هذاك البصل اللي انا دبلته غادي ندير هذاك البصل تاعي اونتر شاك كوش، نديرو مغرفه نتاع لا بيشاميل. من بعد نديرو مغرفه نتاع لا بيشاميل تانيك في هذاك لو بلا. الوغ ونكمل نكملو الشامبينيون اللي راهم عندنا. الوغ الشامبينيون تانيك نحطهم نزربحهم مليح، ومن بعد نزيد تانيك لو فروماج هذاك المربع تاعي، صديق شاك ايطاج ندير مغرفه نتاع لاصوص بيشاميل ونديرو هذاك لو فروماج كاري. من بعد نكمل كل شيء بهذاك لو غاس نتاع الدجاج. الدجاج قلت لكم فلو بارطاجي اون دو، الاول ديروه من التحت، وايا دروك الشاشه بقى لنا الدجاج اللي بقى لنا كي شغل نعاود نديره من الفوق هذاك لو غراتان تاعي. من بعد شنو غادي نديرو؟ الو غادي نديرو هذيك لاصوص بالشاميل اللي بقات لي، غادي كامل نديره من الفوق. ايا وهنا من الفوق شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو شويه نتاع لو فرماج غابي. الوغ كي توجدي لي هذا لو غراتان، سيتادير ما غاديش طيبيه لي توت سويت، كي تبقى لك باسكو كلشي راه طايب، كي شغل جوست باه نعطيه هذيك لا غارنيتور، هذيك لا دوغور. كي تبقى لك واحد نص ساعه ان شاء الله للمغرب، دخلي لي في الكوشه، كي تشوفيه يحمر هنا غادي تخرجيه. بيان سور ولا درتي كل واحد هذوك تاع لي ميني غراتان هذوك راهم يتباعوا، بيان سور هنا ثاني كل واحد من بعد عطيه لاباغ تاعه، وبيان سور غادي تقدميه، راه فيه كل شيء، راه فيه الحليب، راه فيه الفرماج، راه فيه صديق كاع الفوائد اللي احنا رانا محتاجينها الجسم تاعنا في هذا الشهر. نذكر الاخت اللي اتصلت بيا وقالت لي عاودي لي جوست العجينه نتاع البوراك باسكو ما سمعتنيش من الديبي. ودائما نذكر ارقامنا الهاتفيه 048 41 17 17 048 41 18 18 لكل من يود التواصل معي مباشره من اذاعه سيده الجهويه. الو صباح الخير. صباح النور. كراكي سيده هدى؟ لاباس. وانت يا كراكي دايره؟ الحمد لله. راكي غايه معك؟ كراكي ام اكرام. لاباس الحمد لله. كراكي مع الصيام؟ الحمد لله. راكي غايه؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الله يخليك. متى كديري؟ السبت والخميس ولا متى؟ شوفي راني يومين بيومين، يومين انا يومين زميلتي ذهبيه. انا صديق اليوم راه عندي نهار الخميس، نهار الجمعه ما كانش ما كانش ما كانش هي طيبه، نعاود نتلاقى معكم ان شاء الله نهار السبت. من بعد الحد والاثنين تتلاقى معكم زميلتي هكا دو جوغ بدو جوغ. صح. انا كل مره كل ما تسمعوني نعاود نذكركم وتاخذوا تلاقوا معايا. صح ان شاء الله.
حاجه اخرى الله يخليك، انا نعم. سمعت تاع ثلاثيام جو سمعتها غير في الفيسبوك. وا صح، وقلتي لونسيتي سامسا بصح ما طلعتش، ما كانش قاعد تديري غير في لي غراتان في الاخر، ما بقالكش الوقت. ما كاش مشكل، اه تخي بيان، هذاك اللي كان عندي شك باسكو كانت عندي، ما كاش مشكل دوك نعطيها لك. صح سامسا والله يخليك طريقة الحسن. تاع الحسن باغي توجدي في الدار. واه تاع الدار. صح ما كاش مشكل. ما كاش مشكلة. ما كاش مشكلة حبيبتي. صحيتي بارك الله فيك. سلمك ميما فيك بارك، مع السلامة. صح اتساع اخويا صباح الخير. صباح النور. كيراكي؟ لاباس الحمد لله، تكي مليحه لاباس، كي تكون انتما غايه انا راني غايه. الله يسلمك ربي يخليكم ميما تاع رمضانك. يسلمك، راكم تعيطوا لي، راكم تنوضوا الصباح بكري غايه. لا صحيتي صحيتي بارك الله فيك، على واش كتقدمي؟ لا شك على واجب حبيبتي، تعرفيني بلي نبغي نقدم لها، نبغي نمد لكم الصوالح باش تسيوهم. ربي يخليك ربي يخليك، حنا تعرفي بزاف، انا واحده من الناس نتبع الاذاعه بزاف صراحه، كانت تشرحي مليح ما عندي ما نقول فيك. يسلمك امي، ما يسلمك حبيبتي. ربي يخليك. يسلمك حبيبتي. انا طلب ام عبد الباسط اللي طلبت منك المره اللي فاتت الزيتون قبل رمضان. يعطيك الصحه، انا مديته لك. مديتي وين جيتي؟ اه مديته وقلت لهم نتمنى مديته البرومي جور تاع رمضان. ما حسيتش التوقيت. ما عليش، شوفي لكن عندي الوقت، شوفي الى اليوم راه عندي بزاف طلبات بزاف. معليش ما كاينش، نهار السبت ان شاء الله نعاودها لك ان شاء الله. بغيت نطلب منك ثاني طاجين الجبن. تخي بيان هكا مليح، باسكو كي درنا الاتصالات انتم راكم تقولوا لي شراكم باغيين، هكاك شراكم مساعديني شويه. طاجين الجبن وكراتان تاع الجبن، معليش كل مره قدمي لي حاجه. ما كاش مشكله. ايوا هي طاجين الجبن وطاجين قلت لك الفرمه تاع الجلبانه، وقدمي لي سوب ثاني. لي سوب صح صحيتي وبارك الله فيك. يسلمك ميمه، يسلمك ميمه، وقولي لولدك. يسلمك الله يحفظك حبيبتي، الله يحفظك ان شاء الله. يسلمك ميمه، يسلمك ميمه، يشد لي ويشد لك حبيبتي. مع السلامه. يسلمك حبيبتي، مع السلامه. اتصال اخر ولا صباح الخير؟ الو السلام عليكم. صباح الخير. كيراكي لاباس؟ يا رب مبارك. يسلمك ميما، تمو بصحه ان شاء الله. يسلمك حنا وياك ان شاء الله. انا مسيت شيخ. واه عندي، شوفي عندي مشكل في الشاميه في قلب اللوز، هو يطيب شوفي خطره يخرج لي يابس يخرج لي مطله، شوفي زعما ينتفخ. شوفي حبيبتي، مديت لكم كيفيه وقلت لكم سيوها مضمونه، مديتها لكم قدام رمضان وزدت حطيتها لكم في رمضان، صدقيني شوفي ان شاء الله يا ربي نعطيها لك قدام نكمل على السريع، توعديني باللي غادي تسييها ونهار السبت تعيطي لي وتقولي لي كي جاتك. اي بس تعطيني دروكا دروكا قدام نكمل العشره ان شاء الله نعطيها لك، ما كاش مشكله. صحيتي اختي، يلا يعاونكم. يسلمك ماما حبيبتي، مع السلامه. اتصال اخر ولا صباح الخير؟ الو صباح الخير. صباح الخير، كي راكي؟ لاباس. راكي غايه لاباس عليك؟ الحمد لله. لاباس. الحمد لله. تفضلي بسؤال. اختي انا باغيه ندير الكيش اللي اليوم. ايوا. قالت لك تعاودي لي. حسب الوقت، لكن شوفي لا بقى لي الوقت والله ما نبخلك ونعطيها لك. ما شوف ما عنديش الوقت، سوا تتصلي بيا نعطيك الرقم تاعي ولا عيطي لي نهار السبت ان شاء الله. لاخاطش راه عندي مازال لي اليوم. شوفي مازال عندي الكنافه، مازال عندي السامسه اللي قلت لهم دوك نعطيها لهم. اتصلي بيا مول 10 نعطيك ان شاء الله ليكيش، اتصلي بيا مول 10 نستناك. يا الله يا بنتي لبنى عم سلم عليك. يسلمك ميما، سلمي عليها. وبغيت دائما نذكركم باللي هذوك الكيفيات صديق اللي راهم يفوتوكم راهم حاطينهم في لاباج فيسبوك، سواء تاع الفيسبوك تاع الاذاعه ولا في اليوتيوب، راكم تجبروهم هكا اللي فات لك شي حصه ولا يروح يعاود يسمع كاع الحصه، ما كاش مشكله. الوغ كا صديق ما يخفالكمش باللي الصامصه يليق لها تكون واجده في الاطباق تاعنا نتاع مول الفطور نتاع السهره. الو السامسا وانا ما نبغيهاش بالبديون، نبغيها بالعجينه. لي ستادير اللي طلبني على السامسا ان شاء الله تكون في الاستماع، وغادي كاع تسيوها وجد لكم جوست عبر الصغير، سيرتو المبتدئات اللي عمرهم ولا داروها ان شاء الله غادي يتبعوني وان شاء الله غادي تنجح لهم. المقادير باش نصنعوا هذه السامسا هي كالتالي. الو
الوغ للصمصه العجينه عندنا 250 غرام نتاع الفارينه، 250 غرام دو مارغارين غامول دو فارين مارغارين غامول ني فريمون صاي 250 غرام تاع الفارينه ولا ما يعادل ان بول، كاين واحد لي بول تاع الحريره اللي فيهم 250 غرام. عندنا الملح وعندنا لافاني توجور لا بانسيت سيل بلس لافاني، ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع الزيت. هنا عطيتكم الصمصه نتاع بكري تاعنا اللي كنا حنا نديروها الاصليه، ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع الزيت. عندنا عندنا مغرفه صغيره، مغرفه صغيره نتاع استادير جوست على راس تاع المغرفه نديرو نتاع لا لوفور شيميك، وعندنا هي نورمالمون هي بين نص كاس ان دومي فيغ بين الماء والمزهر، هذا مكان. الوغ دروك بور لا فارس، بور لا فارس عندنا 3 كيلات صديق 3 تعبار 3 فناجيل ولا 3 كيسان نتاع الكاوكاو، عندنا نص كاس نتاع السكر لافاني الا درتيها باللوز هنا باسكو يجي الشابه الاصليه باللوز، الوغ الا درتيها باللوز هنايا ديري معاها القرفه الوغ ونديرو معاها لافاني بلوس المزهر بيان سور. ومن بعد غادي نعسلو هذيك كي غادي تخرج غادي نعسلوها. الوغ دروك نروحو للطريقه التحضير كيف نخدمو هذه الصمصه بالعجين. الوغ شنو غادي نديرو؟ نحكمو توجور هذاك الليان تاعنا لو سالادي تاعنا، نديرو فيه 250 غرام نتاع الفارينه، نديرو في وسطها القرصه نتاع الملح بلوس لافاني، نديرو حفره نديرو حفره ونديرو نديرو ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع الزيت يكون من نوع الجيد باش تجينا الصمصه تاعنا تجينا شابه. ولا راكي باغيه فغيمون تشمي فيها ريحه زمان، هنا ديري لي زوج مغارف تاع الزيت ومغرفه نتاع السمن، سينو ديري لي جوست ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع الزيت. غادي تبسيها مليح بسبيعاتك، نبسوها مليح. من بعد غادي نزيدو نص مغرفه فريمون نص مغرفه نتاع القهوه نتاع لا لوفور شيميك، لا لوفور شيميك نخلط مليح، وهنا نلم كل شيء بالماء والمزهر. نورمالمون هنايا نص كاس يلم لك بين استاذ ديري ربع، ديري ربع مزهر وربع ماء استاذ انتيا وتشوفيها ساسبو تزيدي بلوس ساسبو ما ديريش كاع داك نص كاس استاذ انتيا كي تلميها غير بالبسيس تقعدي تزيدي في هذاك كي تشوفي لاباط تاعك راها طريه هنا سي بون. هنا باه تجيك شابه اللي قلها تخليها تريح ساعه كي تكملي هذيك العجينه ديرها في البابي فيلم ونخليها ترتاح لمده ساعه باه تجيك شابه. الوغ انايا اش غادي نديرو هنا دوك اون فو بريباري الحشوه تاعنا. الحشوه تاعنا اش قلت لكم؟ قلت لكم عندنا 3 كيلات 3 عبار نتاع الكاوكاو، ديري له نص عبر نتاع السكر لافاني وتخلط مليح الكاكاو مع السكر يتخلط مليح، ديري له لافاني ومن بعد تزيدي له ترشيه كي شغل تلميه بشويه نتاع المزهر. الا كانت عندك كمشه نتاع اللوز ديريها الطريقه غير هي بصح ديري لي فيها القرفه باه تجيك شابه. الوغ دروك العجينه تاعي خليتها ترتاح يفكر سو غوبوز ساعه ودوك راه عندنا الحشوه تاعنا. الوغ دوك شنو غادي نديرو باه نبداو نصنعو في هذيك الصمصه تاعنا؟ الوغ اون فوا كو ريحت ونعاود ناكد بين قوسين فو فغيمون كير سو غوبوز بوندون اون اوغ. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نرشو هذيك الفارينه تاعنا سور بلون دو ترافاي. الوغ غادي نكشو غادي نحلها من بعد شوفي غادي ديري كشغل كي تخدمي في الكريوش غادي تبلييها ديري شويه نتاع ديري شويه نتاع لافارين داكوغ وغادي نفوتها في الماشينه من بعد نعاود نبلييها ونعاود نفوتها في لا ماشين. هذه العمليه تنخدم ثلاث مرات قدام نحكمها ونعاود كشغل جوفي فاصوني هذيك الصمصه تاعي. الو ندير من بعد بون خدمتها ثلاث مرات درت الفرينه جي لي بلي فوتها في لا ماشين. الو هنايا صاي دوك راها رطبه وشابه. هنا اش غادي نديرو؟ الو غادي نحكم هذيك العجينه تاعنا جوفي فيغ دي بوندولات صديق الحبه تاع الصمصه ما تجيش كبيره بزاف انت والحجم تاعك كيف راكي باغيتها. الو ديري لي في الوسط هذيك الحشوه تاعك ومن بعد غادي تخدميها كيما لا فورم نتاع الصامصه صديق ديريها متلاتات صديق تو لا بلي اونتر 3 ا 4 با بلوس ولا بات فريمون تكون رقيقه. هنا ما قلتها لكمش لا بات تكون رقيقه باه طيب لك مليح ما تجيكش معجنه من الداخل
كي نكمل كامل هذيك هذيك لو فاصوناج نتاع الصامصه تاعي، هنا راني موجده الزيت تاعي جو في ترومبي في الزيت، كي شغل ما نديرش بزاف الحبات، ندير يا ربي زوج حبات حتى ثلاث حبات، باسكو كي غادي نديرها في الزيت الو غادي نقعد كي شغل بالمغرفه كي شغل كي السفنج نقعد ندير فوقها هذاك هذاك الزيت كي شغل نغطيها بهذاك الزيت، من بعد كي شغل نقعد نقلب فيها حتى تجيني لا كولور تاعها بيان دوغي، ما ديرليش خو فونسي ديرها لي بيان دوغي، الوغ كي شغل من بعد كي غادي تخرجيها لي من الزيت تكوني موجده هذاك الحسل تاعك مع شويه تاع الماء زهر وتجيك هي كي تعرفيها صديق باه تعرفي بلي الصمصه تاعك نشحت لك، هي تجيك شغل فيها كي واحد النبابل هكا فقاعات هكا جوك صغار، هنا عرفي بلي الصمصه تاعك راهي راهي ناجحه، ومن بعد صديق تقدميها كاين تنجمي ديري من الفوكشه تاع الجنجلان شويه تاع الكاوكاو اللي كان عندك تنجمي تقدميه وتجي شابه ان شاء الله تقدميها اليوم في السهره تاعك نتاع كي تحطي هذيك السنيوه تاعك نتاع القهوه. الو قلت لكم باللي عندنا الكنافه، الكنافه جبتها لكم بطريقه سهله في الحقيقه، هذه عفوا هذه بنتي هي اللي سيتها قالت لي ماما مديها لهم وفريمون جات شابه وجات بنينه بالبزاف. ش عندنا؟ عندنا ان باكي نتاع الكنافه، انا هنا قلت لك ان باكي تاع الكنافه انت تنجمي استادير تصغري سولون لو سولون استادير لو بلا تاعك اللي غادي ديري فيها. الو عندنا ان باكي تاع الكنافه اللي هي 500 غرام، قلت لك تعاودي تو بو فيغ الا كان لو بلا صغير تنجمي تصغري. عندنا كاس صغير ربع نتاع الدهان دايب، الو هذه الكنافه حنا اون فال لا فارسير غادي نحشوها افيك بالكريمه. الو عندنا نص كاس نتاع الحليب، عندنا لافاني، ربع مغارف تاع الماكله نتاع السكر، ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع الماء زهر، عفوا ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع المايزينا، وعندنا ان مورسو نتاع الدهان، وعندنا مغرفه نتاع الماء زهر. الوغ هادي بور لا كريم باسكو غادي اون فارسي غادي غادي نحشو هذيك الكنافه تاعنا. الوغ دروك اون بريباري لو سيرو تاعنا. الوغ بور لو سيرو عندنا كاس وربع نتاع السكر، وعندنا ثلاث كيسان نتاع الماء، ونص كاس نتاع العسل، هذا لو سيرو الشربات كي غادي تخرج غادي نسقو هذيك الكنافه تاعنا. بور لا ديكوراسيون كل اخت وشرى عندك، عندك لي سوريس كونفي، عندك شويه نتاع حلوه الترك، ولا عندك والو ديري جوست ان بو نتاع شويه نتاع لا شونتيي. الوغ دوك نروحو لطريقه التحضير نتاع الكنافه كيف نخدمو هذيك الكنافه. الو نحكموا هذيك الكنافه نديروها كي شغل في ان سالادي كي شغل نحلوها مليح، وراني موجده كاس صغير ربع نتاع الزبده دايبه، هذا كاس صغير ربع تحلي به كاع هذاك لو باكي 500 غرام نتاع الكنافه، درتي غير نصها صديق الكميه نتاع الدهن غادي تنقص. الو نحل مليح هذيك الكنافه وكي شغل نحلها بشويه نتاع الدهن كي شغل تجيني مشمخه وتجيني مليحه. هنا ش هنا ش غادي ندير؟ جو في بخوندخ ان بلا تاعي يكون دائري ولا يكون كاري اللي كان عندك تاع الزاج تاع الحديد اللي كان عندك تخدمي به، فبا سو كومبليكي لي شوز. الوغ نحكم النصف نتاع الكميه نتاع الكنافه، بون دابور ندهن هذاك لو بلا تاعي وندير نص تاع الكنافه نحطها في هذاك لو بلا، نسقمها مليح ما نديرها غليظه غليظه بزاف، ما نديرها رقيقه رقيقه بزاف باه ما تيبسليش. الوغ ندير هذيك الكنافه تاعي نسقمها مليح جابلاتي بيان باليد تاعي، ابخي جو في بريباري هذاك الكريمه تاعي. الوغ الكريمه تاعي قلت لكم عندنا نصف لتر نتاع الحليب، ديرها في كسرونه، ديري معاها ربع مغارف تاع الماكله نتاع السكر، الوغ تخلطي مليح، ديري معاها لافاني، ومن بعد ديري معاها ثلاث مغارف تاع الماكله نتاع لا مايزينا، تخلطيها مليح تو ميلونجي بيان، تخلطيها مليح من بعد ديريها فوق الغاز تتقال، مادامها فوق الغاز وانت راكي غير بالفوار كي تخلطي مليح. من بعد ش غادي نديرو؟ كي غادي تخرجيها من فوق الغاز اون دوغ دو فو تزيدي لها مغرفه نتاع الدهان الصغيره وديري باه تعطي واحد النكهه تجي شابه، مغرفه نتاع الماء زهر يكون شباب، مغرفه نتاع الماء زهر وتخلطي مليح. ونعاود هذيك لاكريم كيف غادي ندير لها؟ غادي نحطها فوق هذيك الكنافه اللي درتها،
من بعد كي شغل غادي نغطي جوفي لا كوفغيغ بالكنافه اللي بقات لي. كي شغل عندي من تحت الكنافه في الوسط عندي الكريمه ونعاود نغطي كل شيء بالكنافه، نسقم مليح. من بعد جوفي فيغ دي نوازات هكا نتاع الدهن فوق هذيك الكنافه وندخلها في الكوشه تاعي. الوغ كي نشوف لي كوتي تاعي بون كي ندخلها، عفوا كي ندخلها في الكوشه هنا جو في بريباري لو سيرو تاعي. لو سيرو نورمالمون توجدي هو الاول باه يبرد لك. الوغ بور لو سيرو عندنا كاس وربع نتاع السكر، تزيدي له 3 كيسان نتاع الماء وتخليه فوق الغاز يطيب. داكوغ تخليه فوق الغاز يطيب. كي تشوفي صادير بدا يغلي تحسبي لها ربع ساعه غادي نطفو عليه وتزيدي له هذوك نص كاس نتاع العسل وتخلطي مليح وتخليه يبرد لك. الوغ انا دروك كي دخلت هذيك الكنافه تاعي في الـ في الـ في, الـ في الكوشه، كي نشوف هذوك لي بوغ باللي صاي بداو يحمارو، راهم حمارو، هنا شنو غادي ديري؟ غادي تشعلي الكوشه تاعك من الفوق وتخليها تحمر لك مليح. الوغ كي تشوفي حمرت مليح لي بيان دوغي، هنا شنو غادي ديري؟ غادي تخرجيها من الكوشه، والسيرو تاعك راه بارد وغادي تسقي لي هذيك الكنافه. غادي نسقوا ديك الكنافه. الوغ من بعد تخليها تشرب مليح، الا شتيها بلي ستادير انت ديري الكميه تشرب مليح ومن بعد تزيديها هذيك الحسيله، ما ديريش غير خطره واحده. من بعد او مومون دو سيرفيس ستادير خليها تشرب مليح، من بعد شنو غادي تزيد باه تزينيها سوا ديري باغ اكزومبل دي ديكوراسيون بحلوه الترك. كان عندك شويه نتاع البيستاش ديري شويه نتاع البيستاش، ما كانش عندك الا كان عندك الكوكب نكهه البيستاش ديري تانيك من الفوق، ولا تو سامبلومون ديري شويه نتاع لاشونتي ولا السوريس كونفي. هادو صدقوني هادو وهذه لا روسيت بنتي سيتها وعجبتني، قالت لي ماما بوركوا با ما دير لهم، تكون عندك فكره. ما الاخت اللي سيد احمد اخت اللي اتصلت بيا وقالت لي على لاباط جوست على البوراك نعطيها لها. الوغ نتاع العجينه 250 غرام نتاع الفارينه، الملح، 3 مغارف تاع الماكله نتاع الزيت، مغيرفه نتاع القهوه انكويغا كافي نتاع الخمره نتاع الخبز، ومغيرفه نتاع السكر تبسي نورمال عادي، ومن بعد تلمي لي كل شيء بالماء والحليب دافي. نتمنى ان شاء الله هادو الاطباق اللي جبتهم لكم اليوم مختلفين ان شاء الله ينالوا اعجابكم. يا ربي ان شاء الله تسيوا لي واحد منهم وتعيطوا لي، باسكو نتلاقى بكم ان شاء الله يوم السبت من 9 لل 10 ان شاء الله. السيدات اللي ما نجمتش نعطيهم الكيفيات غير يسمحوا لي كما يقول لي دروك السيد احمد، هادو كاع الكيفيات دروك غادي تجبرهم في لاباج فيسبوك نتاع الاذاعه، اللي فاتته اي كيفيه يعاود يطلع الحصه ويعاود يسمعها في غرده. شكرا سيد احمد كان معايا على العريضه التقنيه، ميكروفونيه كانت معكم السيده هدى رماس. نقول لكم نتلاقى بكم يوم السبت ان شاء الله من هذاك الحين. تهلاو في روحكم، ما تخرجوش بزاف، اقعدوا في دياركم وانا نجيكم ان شاء الله يوم السبت من هذاك الوقت. تهلاو في روحكم ومع السلامه. اطباق رمضان، ألذ الاكلات واشهى الحلويات. أطباق رمضان من تحضير حسنوة العقبان.